ما هي قصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ومتى ولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ وما هو نسب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ السلام عليكم، كيف اخبارك؟ تمام. جيتكم اليوم مقطع جديد. اسم مقطع اليوم قصة سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، قصة اخر نبي ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فلا اشتركوا تابعوني عليها كامل، تابعوني على سناب بعد، وشوفوا الاعلان ولتكون نبدا القصة على السريع. بس خليني اتكلم لكم على فريق يصممون اي لوجو تبيه انت، اللي هي شركة لولبي او فريق لولبي. يا شباب ايش اقول لكم عن الابداع؟ بعطيكم صورة الحين في الميزات اللي عندهم الاعلان اللي ناشرينه. شباب يعدل لك اي شيء تبيه، يعدل لك. تبي الالوان انت تختارها، صوره انت تختارها، اسم اي شيء يخطر ببالك يقدرون يسوونه. طبعا ما شاء الله عليهم فريق لولبي. طبعا تخيلوا انه يسوي لك ميزات اوكي وش لوجو ب20 ريال. تخيلوا عليهم عندهم عرض هو كان 100 ريال صار ب20 ريال. حلو، تلقون ارقام وحسابات موجودة على صندوق الوصف. شباب لا احكي لكم عن النفسيه، عن الخدمات، شيء لا يعقل. اذا ما اخذت من عندهم ان شاء الله يعضك كلب. روح يا شيخ، ان شاء الله يعضك كلب. مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولد رسولنا الجليل في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول من عام الفيل، وذلك العام الذي حاول أبرهة الحبشي هدم الكعبة وغزو مكة المكرمة، لكن الله بعث عليه طيورا من سجيل وقامت بهزمه. وبعد تلك الحادثة بحوالي عامين يوم ولد رسول الله وأضاء الكون بنوره، نسب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ينتسب إلى أشرف النسب المعروف عنهم الكرم والجود والمعاملة الحسنة وحسن الخلق من أشهر قبائل قريش. هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن قالب بن فهر بن مالك بن نظير بن كنافة بن مدركة بن إلياس بن نزار بن عدنان، وأمه آمنة بنت وهب. وهذه سلسلة نسب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا بين سيدنا محمد وعيسى ما في أي نبي، عيسى بعدين محمد عليه الصلاة والسلام، بيناتهم تقريبا 700 سنة. قصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولد يتيم الأب، وعندما بلغ من العمر 6 سنوات توفيت والدته وتحمل مسؤولية جده عبد الله. وعندما صار في السن 12 توفي جده وذهب إلى بيت عمه أبو طالب وتكفل به وأحسن تربيته حتى لقبه قبيلته محمد الصادق الأمين. وعمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سن صغير، فبدأ في رعاية الغنم، ثم علمه عمه أبو طالب قواعد التجارة حتى أصبح كبار القوم يأخذون منه الشورى في أعمالهم لما يحمله من ذكاء وفطنة. طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما تموت أمه وقت كان عند المرضعة كان يلعب مع الأطفال، فنزل عليه جبريل عليه السلام فشق صدره فطلع منه شيء أسود صغير، هذه موجودة في كل قلب، اللي هي اللي من خلالها يقدر الشيطان يوسوس للإنسان. هذه الله شالها منه ومنه عمره صغير. حلو. نزول الوحي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في مكة المكرمة في يوم من الأيام وفي المكان الذي ولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر الله الوحي بنزوله على سيدنا محمد، وكان ذلك خلال شهر رمضان المبارك في ليلة القدر. أمر الله جبريل بالنزول على سيدنا محمد وهو في غار حراء، وكان سيدنا محمد دائما يذهب إلى غار حراء يتعبد ويفكر في جمال الكون، ودائما يسأل من خلق ذلك، يعني مستحيل تكون الأصنام اللي صنعتها، كان دائما يبحث عنه من هو الإله الأصلي. وعندما نزل الوحي على سيدنا محمد صدق بوجود الله وبدأ في نشر الإسلام، وكانت الدعوة في بداية الأمر سرية، فآمن به الأقرباء منه، وكانت بدايته زوجته السيدة خديجة، وأول من آمن من الرجال صديقه الحميم أبو بكر الصديق، لأنه صدق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وآمن بالإسلام، وقام بمساعدة الرسول في نشر الدعوة، وأصبحت الدعوة الإسلامية دعوة سرية لمدة 3 سنوات، حتى أمر الله عز وجل رسولنا الكريم أن تصبح الدعوة جهرية، الجهرية يعني علنية. طبعاً لقب أبو بكر الصديق لأنه صدق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أول من صدق سيدنا محمد، دعوة الإسلام الجهرية. أمر الله عز وجل سيدنا محمد أن تصبح الدعوة الجهرية، فأطاع رسولنا الجليل أمر الله وذهب إلى جبل التقوى اللي هو الصفا، فصعد عليه الصلاة والسلام وأخذ ينادي اعبدوا الله واتركوا عبادة الأصنام، وإن الله واحد أحد فرد صمد ولا نعبد غيره. ولكن تعرض سيدنا محمد العديد من الأمور الصعبة وأذى شديد من المشركين في سبيل دعوته لنشر الإسلام. أقسم بالله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعذب مرة عشان يوصلنا هذا الدين، وفي ولد حرام قاعدين يخربونه.
ولكن بعون الله انه محفوظ. يعني مين اقوى من الله؟ الله حافظ الاسلام هذا، نشر الدعوه الاسلاميه. بعد ان اصبحت الدعوه الاسلاميه جهريه، تعرض المسلمون الى اذى كبير وتعذيب مبرح، وحاول الكفار قتل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اكثر من مره. لذلك امر الله تعالى رسولنا الكريم الى الهجره من مكه الى المدينه، وبالفعل نفذ سيدنا محمد اوامر الله وذهب الى المدينه المنوره، وهناك راى ترحيب شديد للمسلمين وقام ببناء دوله اسلاميه عظيمه، واسلم الكثير من الفتيان الاقوياء مثل عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وخالد بن الوليد وغيرهم من الفتيان الذي اعتز بهم دين الاسلام. الغزوات التي خاضها رسولنا الكريم، خاض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العديد من الغزوات لنشر دين الاسلام في جميع بقاع الارض، من بينهن غزوات انتصر بها، ومن بينهن ايضا غزوات انهزم بها، لان الحرب مو دائما تنجح، اوكي؟ مو كل مره تسلم الجاره. ومن هذه الغزوات غزوه احد، وغزوه بدر، وغزوه بواط، وغزوه بني سليم، وغزوه بحران، وغزوه حمراء الاسد، وغزوه بني النضير، وغزوه قره، وغزوه الحديبيه، وغزوه مؤتة، وغزوه الفتح العظيم، وغزوه وادي القرى، وغزوه تبوك، وغيرها من الغزوات الاخرى. وبعد مرور العديد من السنوات في نشر الدعوه الاسلاميه والجهاد والغزوات والحروب، نشر الدين الاسلامي في جميع بقاع الارض. قام الرسول صلى الله عليه وسلم باداء حجه الوداع، وكانت هي الحجة الأخيرة له، الأولى والأخيرة كانت، وقام بقول خطبته الشهيرة الذي وضع للمسلمين فيها العديد من القوانين، ومن بينها حرمت تلك الأشهر الكريمة، وأن يستوصوا بالنساء خيرا، وأن يتبع دين الإسلام وينفذ جميع قواعد الدين الإسلامي. يلا يا النسويات، ها تقولون أني يعني ما لنا حق؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه أعظم وأطهر الخلق، قال بلسانه واستوصوا بالنساء خيرا. ايش تبين اكثر من كذا؟ يعني صح انه في ناس ما تستوصي بالنساء خيرا، بس نقول الله يهديهم صراحه. طبعا حتى النساء لازم تستوصي بالرجال خيرا، يعني مو بس النساء. اسماء زوجات واولاد سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. زوجات سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام هم 11 زوجه، وهم السيده خديجه بنت خويلد هذه اول زوجه، وعائشه بنت ابي بكر، وسيده حفصه بنت عمر بن الخطاب، وسيده زينب بنت خزيمه، وام مسيلمه، وزينب بنت جحش، وجويريه بنت الحارث، وام حبيبه، وصفيه بنت حيي. اولاد النبي عليه الصلاه والسلام القاسم وعبد الله وابراهيم وزينب ورقيه وام كلثوم وفاطمه. طبعا احب والبنات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فاطمة، وماتت بعده بستة شهور. وفاة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، رحل رسول الكريم عليه الصلاة والسلام عن الدنيا يوم الاثنين الموافق 12 من ربيع الأول والموافق العام 11 من الهجرة. وكان وصية رسولنا الكريم أن يدفن في حجرة زوجته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، وتوفي في عمر 63 عام. وكذا نكون انهينا قصة أشرف الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فإلى هنا نكون وصلنا نهاية الحلقة، لا تنسوا اللايك والاشتراك، وحساباتي موجودة تحت صندوق الوصف، تابعوني عليها كامل. يا عيال يا عيال، نص ساعة قاعد أصور وما حسيت فيها. هذه قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر قصة من القصص الأنبياء اللي كانت معنا في السلسلة. الأسبوع الجاي يمكن ينزل لكم مقطع اللي قلنا فيه في أول مقطع، اللي هو بنسوي إحصائيات في القناة كامل. فصلوا على النبي، سبحان الله، سبحان الله العظيم، ومع السلامة.